قبل ما اروح للفصل في الحقيقه عايز ابتدي بخبر من جريده فيتو. وهو في الحقيقه جزء انساني مهم جدا وجانب انساني مهم جدا. هو فيما يتعلق بزياره سعد سمير لمحمد سمير مشجع النادي الاهلي المصاب بعد مباراه اطلع بره. خلينا اقول لحضراتكم القصه بالظبط كانت ايه. شوفوا حب النادي الاهلي لحد فين. اولا ده ولد عنده 16 سنه من كفر الدوار اسمه محمد سمير مشجع اهلاوي بيعشق النادي الاهلي. قبل مباراه الاهلي واطلع بره مباراه الاياب كان نفسه يروح المدرجات في استاد الجيش ببرج العرب وكان عنده خناقه كده مع اهله يعني اللي هو انا عايز اروح الماتش. اهله يقولوا له يا ابني الماتش محسوم يا ابني ما تروحش المشوار مش مهم خلاص الاهلي صعد الاهلي كسب بتاع فريق ضعيف الموضوع خلص. الولد تمسك ان هو يروح المباراه وراح فعلا المباراه وحضر مباراه الاهلي واطلع بره في استاد الجيش ببرج العرب. بعد المباراه للاسف الشديد وهو راكب القطر راجع على كفر الدوار للاسف الشديد قدره يعني وقع من القطر فبالتالي حصل له زي بتر في رجله الاثنين وطبعا حالته النفسيه كانت سيئه جدا جدا بعد ما فاق وعرف الحاله يعني. فنتمنى له يا رب كل الشفاء نتمنى له يا رب ان هو يتخطى هذه المرحله وهو اكيد مؤمن وعارف ان ده قدر ربنا. لكن انا عايز بس اتكلم على جزئيتين. الجزئيه الاولانيه مدى الحب للنادي الاهلي حتى لو مباراه محسومه لا رايح اشجع الفريق مصمم انه يروح مصمم يضرب مشوار كبير عشان يحضر مباراه النادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه. الجزئيه الثانيه لازم نتكلم فيها وهي زياره لاعب النادي الاهلي محمد او سعد سمير بالتحديد لمحمد سمير المصاب في المستشفى هناك في اسكندريه. وكمان من شويه راح الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره وفي مساعدات مهمه جدا جدا بتحصل في هذه الساعات لهذا المشجع محمد سمير. وكلنا معاك يا محمد وكلنا جنبك وكلنا ايديك ورجليك ومعاك في اي وقت بكل تاكيد. هي دي الصور طبعا للاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ولفته في الحقيقه مهمه ومميزه جدا ودايما النادي الاهلي يكون متواجد في هذه الجوانب الهامه جدا خصوصا انه مشجع وعاشق لكيان النادي الاهلي.